مرحبا حبايبي أصحاب برج الجوزاء، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزاء العامة. القراءة راح تكون عامة، تشمل الصعيد العائلي، العملي، الصحي، العاطفي، وضع المنفصلين، العزاب، من القادم في طريقهم، وأيضا المرتبطين، والطاقة العامة لنهاية الشهر بصورة عامة، شلون راح تكون وشنو الشيء اللي أنت متوقع حدوثه وراح يصير خلال هاي الفترة إن شاء الله. قبل ما نبلش نقرأ التوقعات، سووا لايك إذا عجبكم الفيديو، اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات. خلونا نبلش الفيديو. بداية برج الجوزاء، شوف عندك أمور هواية معلقة صار لها فترة، لأنه أشوفك يعني عندك نوع من الكسل. هاي الفترة راح يكون نوع من التباطؤ، الكسل، كأنه هيك أحسك يعني قاعد تعاني من الروتين، إذا كان بعملك إذا كان بحياتك بصورة عامة تعاني من الروتين، من الكسل، ما قاعد تحاول تتخذ خطوة إلى الأمام. البعض من عندكم أشوف ممكن كان مار بآخر فترة، صاير ويا أمر مفاجئ، مشاكل عائلية أو حتى مشاكل عاطفية، المتزوجين ممكن مشاكل بالبيت كانت واصلة بينكم موضوع انفصال، وأشوف أكو شخص راح يحاول يتدخل بهاي الفترة ويحل الموضوع ويرجع الأمور لمجراها. يعني قاعد أشوف إنه طاقتكم بهاي الفترة عندكم هواية عدم اتزان، عدم استقرار. يعني انتو راح هاي الفترة، يعني أشوف قلت لك عندك نوع من الكسل، اكو كسل، اكو تباطؤ، انت ما تريد تتقدم خطوة، ما تريد تسوي شيء، يعني عاجبك انه قاعد بمكانك وبس، يعني ما تتقدم خطوة الى الامام ولا تتراجع للوراء ولا تحاول تصلح شيء. اكو نوع من هيك، يعني عندك نوع، اكو حدث صاير بحياتك اشوفه قبل فترة، او حتى ممكن مو حدث، ممكن امورك ما قاعد تتقدم، تحس انه الامور واقفة بمكانها، اكو موضوع صار لك فترة طويلة منتظرة ولكن هذا الموضوع متعلق وما قاعد ينحل، خاصة إذا كان هذا الموضوع متعلق بموضوع زواج أو حتى موضوع انفصال. أشوف هذا الموضوع معلق صار لفترة طويلة وهذا الشيء مسبب لك إحباط، فعندك نوع من الإحباط خلال هذه الفترة. راح يكون ممكن يكون بسبب موضوع انفصال أو حتى العكس، البعض منكم ممكن يكون موضوع زواج، يعني هو أشوفه شيء يخص الزواج خلال هاي الفترة راح يكون يأثر عليكم، وانت قاعد تحاول ممكن انه ما تريد تتسرع تتخذ قرارات هاي الفترة، ما تريد تتحرك من مكانك، عاجبك انه تبقى، لانه عندك طاقة سلبية شوية، قاعد تفكر بسلبية، تقول انه ممكن انا اذا خطيت خطوة هاي الفترة راح يصير شيء سلبي، الموضوع ما راح ينتهي مثل ما انا اريد. فقلت لكم البعض من عندكم قاعد اشوفه دافن نفسه بالشغل خلال هاي الفترة، ده يشتغل على موضوع معين صار لفترة طويلة، وهذا الموضوع يعني مأثر عليه، فتارك كل شيء ومركز بالشغل حتى ما يفكر بالأمور الثانوية. البعض منكم أشوف أنه قاعد يفكر بفرصة جديدة ويا شخص، أنت أوريدي منفصل عنه صار لك فترة، وده تحاول أنه ترجع التواصل بينك وبينه خلال هذه الفترة، أو ترجع حتى الثقة، ولكن ممكن يكون هذا الشخص اللي تتعامل وياه أنت أما شخص مرتبط يعني متزوج، او انه هو في علاقة ثلاثية. قاعد اشوف الطاقة هيك قاعد تجيني، خاصة اذا كان برج الثور او برج الدلو، اذا كنت تتعامل ويا هذول البرجين، فما اشوف ماكو تقدم خلال هاي الفترة بعلاقتكم ويا هذا الشخص. خلونا نبدأ، يعني قلت لك طاقتك بصورة عامة هي طاقة الاحباط، عندك احباط معنوي كلش كبير خلال هاي الفترة، يعني اشوفك ما قاعد حتى الفرص اللي قاعد تجيك او اللي راح تجيك حتى انت ما قاعد ترفض فرصة ولكن ما قاعد تقبلها، اساسا نفسيتك كلش متعبة، صار لك فترة اكو موضوع معلق انت تريده ينتهي بس الموضوع ما قاعد ينتهي، كل ما تقول انه انا وصلت خط النهاية وخلص هذا الموضوع راح انحي راح اطلع من حياتي، الموضوع يرجع يصير بي يعني اشكال معين او خطوة معينة ترجعك نفس الشيء لنقطة الصفر، كل ما تقول انه انا خلصت نهاية الموضوع ترجع للصفر، تشوف نفسك ترجع للبداية، فعندك مواضيع
تريدها تنتهي، تريدها تخلص، ممكن على صعيد عملي، ممكن على صعيد عاطفي، على صعيد عائلي، إذا كنت مقدم حتى على سفر. فأشوف إنه أنت دائما من توصل إلى خطوة معينة وتقول إنه الموضوع انتهى، فجأة تشوف إنه الأمور رجعت كلها لنقطة الصفر، يصير شيء مفاجئ وترجع لنقطة الصفر. فأشوف عندك يعني مدى تحاول تتقدم بحياتك خلال هاي الفترة، عندك نوع من مو بس الإحباط، وإنما أنت متثاقل، خطواتك متثاقلة، أشوفها كلش متباطئة. يعني أنت مو متباطئ، أنت أصلا يعني دا تحاول إنه توقف الأمور كلها، يعني تريد تبقى على هذا الوضع وخلص، ما تتقدم بعد لأي مكان، لأنه عندك طاقة كبيرة من الملل. شوف حتى على الصعيد العملي عندك روتين من العمل، البعض منكم أشوف إنه أكو شخص راح يجي، أكو عندك عرض عمل مرفوض، أكو شخص راح يجي يعرض عليك عمل وأنت راح ترفض هاي الفرصة، أو راح ترفض عمل هذا الشخص بسبب الطاقة السلبية اللي موجودة عندك. بس إن شاء الله الطاقة السلبية هذه راح تخف أول ما يصير القمر ببرج الدلو إن شاء الله، يعني يتحول. فأشوف إنه الأمور تبدأ تبلش تتحسن. بس أنت حتى على الصعيد العاطفي أشوف أمورك متعبة، على الصعيد المادي عندك أمور هواية متعبة، هواية تحس أكو تأخيرات قاعدة تصير عندك بكل الأمور اللي تحاول إنه تخطب بيها خطوة. على الصعيد الصحي شوف انه عندك نوع من الارق خلال هاي الفترة، راح يكون الصداع، حتى نومتك اشوفك قلق بيها، البعض منكم ممكن يكون حتى قاعد يعاني من ارق وتعب، واكو كوابيس قاعد يشوفها حتى من ينام، فاكو عندك ارق، اكو البعض منكم يعني كان داخل بفترة اكتئاب وهسه يحاول يطلع من عندها، يعني مو اكتئاب اكتئاب بالمعنى الحقيقي، ولكن نفسيته من قد ما متعبة كانت هو موقف كل اموره. فهاي الطاقة أشوفها يعني ما راح ترافقك من نهاية الشهر، الأمور راح تبلش تتحسن. أشوف على الصعيد الصحي قلت لكم يعني أشوفك وصداع، ممكن تعاني من صداع بسبب الأرق وكثرة التفكير اللي الطاقة السلبية اللي موجودة عندك. البعض منكم أشوف عنده آلام بالأقدام راح تكون خلال هاي الفترة، خاصة القدم اليمنى، أشوف القدم اليمنى شوية راح يصير عندك بيها تشنجات أو أوجاع، فحاول لا تهمل هذا الموضوع من يصير. فأشوف إنه أنت يعني بالفترة الحالية موقف كل شيء، وده تحاول إنه يعني تعيد تقييم التجارب اللي مرت بحياتك، تعيد ترتيب حياتك من جديد، يعني تحاول ترجع تتوازن. بس أنت ما قاعد تخطي هاي الخطوة، أنت بس مقرر إنه هسه تقعد شلون تحط حجر الأساس. فأنت هسه موقف كل شيء وتريد تفكر حياتك شلون راح تكون بالفترة الجاية. أشوف عندك وجهات نظر جديدة راح تجي خلال هاي الفترة، راح تكون عندك أكو أزمة مريت بيها تقريبا قبل صار لك 4 أشهر أو 4 أسابيع. شوف هاي الأزمة غيرت هواية شغلات بحياتك، غيرت هواية أفكار عندك، يعني طريقة تفكيرك قاعد أشوفها بلشت تتغير خلال هاي الفترة. وأنت أمورك يعني مقرر إنه هاي الفترة أنت بس تقعد تستريح وترمي حمولك على الله مثل ما يقولون إخواننا المصريين. فأشوف يعني الطاقة اللي غالبة عليك حاليا هي طاقة التوقف وعدم التقدم، أنت ما تريد تتقدم بأي شيء حاليا، تريد تبقى متوقف. على الصعيد العاطفي، حتى على الصعيد العاطفي قاعد أشوف إنه ممكن يكون أكو موضوع غيرة وزعل صاير بينك وبين الشريك، وأنت رغم إنه أنت مشتاق لهذا الشخص وتريد تصالحه وتريد ترجع العلاقة بيناتكم، ولكن ما تريد تتخذ هاي الخطوة حاليا، أنت منتظر هذا الشخص هو اللي يجي ويصالحك. وهذا الشخص أيضا طاقة الشريك أساسا هو هذا شخص مل من انتظارك، فإذا كنت أنت السبب بزعل هذا الشريك أنصحك أنه تروح تصالح هذا الشخص خلال الفترة الجاية، لأنه هو بلش يمل من الانتظار وراح يصير تواصل بينك وبينه. يعني هاي للناس اللي مرتبطين وبينهم زعل صار لفترة، أشوف بسبب موضوع غيرة موضوع شيك، لأنه قلت لك أنت حاليا تفكيرك اغلبه سلبي، فيعني انت حتى الشريك ما قاعد تفكر فيه بصوره صحيحه، هو قاعد اشوف ماخذ عنك نظره انه انت تقريبا مو جدي وياه بالعلاقه، قاعد يشوفك مو ناضج ومو جدي وياه بالعلاقه، وده تحاول انه تتهرب من عنده خلال هاي الفتره، وواقف دا يراقبك من بعيد، اكو مراقبه من بعيد دا يراقبك، ونفس الوقت منتظرك انت تجي. هو ممكن يكون خطى خطوه تجاهك وانت تراجعت خطوه، لانه دا اشوف هو ممكن يكون تقدم خطوه ومنتظر النتائج، انت على اساس هاي الخطوه اللي هو خطاها تراجعت انت الى الوراء ما تقدمت. فاشوف هذا الشخص منتظرك ومشاعره تجاهك مشاعر يعني صادقه، واذا كان اكو زعل بينك وبينه فاشوف انه هو قاعد يريد يصلح الموضوع خلال هاي الفتره، والامور بيناتكم اساسا راح يعني
تتحول إن شاء الله إلى صلح وشفاء، وراح يعتذر منك على الغلط اللي غلطه بحقك، أو حتى إذا كنت أنت، لأن القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية. فأيا كان هذا الشخص، أشوف إنه الطاقة إذا كانت طاقته هوائية هنا يمي موجودة، فهذا الشخص أشوفه راح يرجع خلال هاي الفترة، وراح يصير صلح بيناتكم، والأمور بيناتكم راح تتحسن، والعلاقة راح ترجع مثل ما كانت. بالنسبة للمنفصلين، أشوف إنه صار لك فترة طويلة أنت منتظر رجوع شخص، هذا الشخص العلاقة بيناتكم بالسابق ممكن تكون كانت منتهية، أو حتى بينكم بلوك. هنا عندي طاقة نارية موجودة، وأيضا برج العقرب، إذا كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب، فأشوف إنه كان بينك وبين هذا الشخص بلوك، وأنت منتظر منه تواصل أو منتظر منه رجوع، وأنت يعني رغم إنه التواصل مقطوع بيناتكم وكلام ماكو، بس أنت لحد الآن عندك إحساس إنه العلاقة بيناتكم ما منتهية، الحب بداخلك بعد ما ميت. أشوف إنه هذا الشخص، خاصة إذا كان برج مثلك، برج الجوزاء، أو هنا طاقة عندي برج الميزان أيضا، يعني أشوف إنه طاقتك ويا برج الميزان وبرج الجوزاء خلال هاي الفترة راح تكون طاقة زينة، تعاملك وياهم العلاقة بيناتكم راح تكون بها نوع من التوازن المصالحات خلال هاي الفترة، ولكن أشوف علاقتك ويا الأبراج المائية شوية راح يكون بها تقلبات، نوع من الروتين الملل، فحتى المشاكل بيناتكم راح ترجع تتكرر ما تنحل، خاصة إذا كان هذا شخص من برج الحوت. أشوف تعاملك ويا برج الحوت يعني خلال هاي الفترة راح يكون جدا متعب إلك، وهذا الشخص راح الإحباط اللي موجود عندك أساسا والتوقف هو راح يزيد أكثر من عنده، راح يحبطك أكثر، وراح يبقيك متعلق يعني بعلاقتك وياه، أنت ما تعرف شلون، يعني احنا بالعراق نقول ما تعرف راسك من رجليك، فأنت هذا الشخص أنت متعلق وياه حاليا، يعني هو مبقيك هيك ومبقي الوضعية وما يريد حل، وما قاعد يبحث عن صورة حل جديدة. أشوف إنه خلال هاي الفترة شوية الأمور راح تكون متعرقلة ويا شخص من برج الحوت، إذا كنا تتعامل ويا هاي المنفصلين. أشوفه مطول شوية بالرجوع هذا الشخص، والكلام بيناتكم حتى شوية يكون سلبي. أما بالنسبة لباقي الأبراج، خاصة إذا كنا تتعامل ويا شخص من برج العقرب أو الميزان أو الجوزاء، انتبهوا على هاي الأبراج اللي قاعد أقولها. أشوف إنه أكو رجوع راح يصير بينك وبين هذا الشخص. هذا الشخص ممكن كان يتجاهل مكالماتك بالسابق، او حتى التواصل مقطوع ممكن بلوك، اشوف البلوك راح ينرفع خلال هاي الفترة ان شاء الله. اكو رجوع بيناتكم واكو مصالحات، ولكن لازم تكون حذر جدا بعلاقتك ويا هذا الشخص بالفترة الحالية. اشوف انه انت هواي عانيت بسببه بالسابق، فهذا الشخص من يرجع حاول انه تخلي له حد من الاول، تخلي حدود علاقتك وياه، تخلي حاجز، يعني تحاول انه تحمي مشاعرك خلال هاي الفترة. يعني اشوف انه هذا الشخص هو صح راجع، وحتصير مصارحة يعني مصالحة بينك وبينه، ومصارحات بينه وبامور هواية راح تبين ترجع، لان اشوف انه اكو علاقة بالسابق كانت يعني علاقة ماتت انتهت، هسه راح تبلش ترجع تنولد من جديد. اكو فرصة ثانية للمنفصلين بعلاقة، اشوفها راح ترجع. الشيء الغير متوقع حدوثه خلال هاي الفترة وراح يحدث، اشوف انه اكو تواصل راح يصير وياكم خلال هاي الفترة، خبر راح تسمعونه بنهاية هذا الشهر، الخبر راح يكون مفاجئ لكم وراح يجيكم من شخص اساسا، يعني انتو راح تتفاجئون من الشخص اللي جاب لكم الخبر اكثر ما راح تتفاجئون من الخبر نفسه. هذا الخبر اشوفه خبر زين، خبر راح يغير هواية امور بحياتكم هنا، ويعني خبر راح يكون فرحة ممكن لكم ممكن لعائلتك، ولكن هو راح تصير بيه مثل لما تشمل او هيجي فرحة، ويعني الناس حتى تعرفه تتداول خلال هاي الفترة، الخبر قاعد اشوفه زين ومن صالحك يكون. فعندك خبر حلو بنهاية اخر يعني بهاي الايام، ممكن بعد 9 ايام، نقول احسب 9 ايام من تاريخ هذا الفيديو، وممكن بعد يوم، الله اعلم، احنا كل شي نقول العلم عند الله، هي مجرد توقعات، يعني انتو لا تاخذوها انه تمشون بيها بحياتكم 100%، هي مجرد توقعات، وممكن تكون رسالة يعني كانت لازم توصلكم ووصلتكم. فأكو عندك خبر حلو، الخبر كلش راح تتفاجأ من عنده خلال هاي الفترة إن شاء الله، راح يجيك هذا الخبر وراح تسمعه. النصيحة إلك يقول لك إنه اترك الكسل، اترك التباطؤ، اترك هذا التثاقل الموجود، حاول تخطي خطوة إلى الأمام، استعيد توازنك، استعيد سيطرتك على الأمور، إنه أنت قاعد أشوفك هامل عملك، هامل نفسك، هامل الشريك، هامل العلاقات، هامل العائلة، مسؤولياتك كلها، حاول انه تسترجع السيطرة.